أهمية ورشاد كتابة السيناريو. نحن بالأساس المشروع لما قام قام لسببين: واحد، إيمان المؤسسة بقدرات الشباب والبحث عن هاي المواهب الدفينة، لأنه قد يكون في أشخاص موهوبين على صعيد كتابة السيناريو ولكن ما هم معروفين ولا عم بيلاقوا الطريق لنا. الهدف الثاني أنه تعرف السيناريو هو حجر الأساس بعملية الإبداع بشكل السينمائي وبعملية الإنتاج السينمائي. فحتى يكون هناك في إنتاج سينمائي نوعي وعميق لابد من أنه يكون في سيناريوهات نوعية وعميقة. مؤسسة العامة للسينما في سعيها لاكتشاف المواهب الشابة في مجال كتابة السيناريو السينمائي أعلنت عن ورشات لكتابة السيناريو. الهدف من الورشات اكتشاف الأشخاص وامتلاك المؤسسة أو تجهيز المؤسسة لمجموعة من السيناريوهات السينمائية الجاهزة للتنفيذ ذات المستوى الجيد. هدول الناس اللي بدنا نقدمهم اليوم هنن غالباً يعني هنن بيشبهوا تصوراتنا. أحياناً الواقع ممكن يكون في شخص موهوب جداً خارق الموهبة ونحن نكون غير قادرين على رؤية موهبته. يعني بتتصوري أنت مثلاً الفنان الكبير بسام كوسا قدم للمعهد العالي للفنون المسرحية ما قبلوه. فأنا يعني ما بعرف شو وجهة نظر اللجنة اللي ما قبلته لبسام كوسا، بس أنا بعتقد أنه يعني اللي لم يحققوا نتائج بهذه المرة أنا برأيي أنه ممكن يكونوا ما حققوا نتائج لأنه بكل بساطة معاييرهم أعلى. كان في توجه أنه نعمل هذا الإعلان أنه اللي عنده شيء تفضل يقدمه، فأهميته تكمن أنه أنت هذا الشخص اللي ما عنده حدا يأخذ بيده، ما بيعرف وين بده يكتب نصه، أصلا ما بيعرف كيف بده يكتب نصه بس والطريقة اللي بده يتعامل فيها مع نصه. فتم تقديم نصوص عديدة وتم انتقاء منها النصوص عليها يعني فيها شيء خاص. هاي النصوص هلا راح يتم العمل عليها مع أصحابها لإنجازها كسينيورات وتقدم للمؤسسة العامة للسينما بشكل نهائي لتبنيها وإخراجها لاحقاً.